لواء ريفي على انهم اول موقعين على هذا القانون. بطبيعه الحال مطار رئيس الشهيد رينيه معوض لازم يمدح له ميشيل، واللواء ريفي اكد مره جديده على حرصه على اهالي الشمال اللي راح يطلع لهم الله راد بموجب هذا القانون مطارين جداد. بأي لحظة من اللحظات الشعب اللبناني 6 ملايين لبناني معرضين لخطر يتحولوا لمساجين بقلب بلدهم اللي مرفقه الوحيد هو مطار بمنطقة ممكن تتعرض لقصف بحي الله لحظة كانت. ما رح فوت بكتير تقنيات حكينا عن هذا القانون، بس اليوم في عدد كبير من النواب أمام اختبار جدي أكان بالتوقيع على هذا القانون أو بالتصويت عليه لما ينطرح بالجلسة، وراح اترك الكلام لميشيل وبشكركم مره جديده. تشرفنا اليوم باستقبال الصديق والشريك الاستاذ مجد حرب بكتله تجدد، وطبعا كان لزياره هدف اساسي واللي هو التوقيع او الموافقه ودعم القانون المعجل المكرر اللي هو اقترحه على وبده يقترحه على كل الكتل النيابية تنقدر نطور ونشغل مطارات أساسية بلبنان تيتحول لمطارات كمان مدنية، مطار رينيه معوض بالقليعات، مطار حمات، ومطار الرياض. نحن ككتلة تجدد أخذنا قرار أكيد أنه نحن داعمين لهذه الخطوة، وقعنا أنا واللواء ريفي باسم الكتلة، الأستاذ فؤاد مخزومي كان موجود، ولكن تنعطي كمان المجال لبقية الكتل لأنه مثل ما بتعرفوا اقتراح القانون لازم يمضي بحد الأقصى 10 نواب، تنعطي المساحة مضينا نائبين من أصل 3. حاجة مطارات أخرى بلبنان ما بقى بدها تفسير، بتصور كل اللبنانيين فاهمين. اولا من منطلق الامن القومي، ما في بلد بالعالم عنده مطار واحد ومطار مدني واحد، وبالاخص ان مطار الرفيق الحريري ببيروت هو بواقع بمنطقه خطيره ومعرضه باي لحظه للقصف، الا اذا في البعض بده يخلي او يخضع مداخل لبنان لمنطق الميليشيات. في حاجه لمطارات ثانيه من اجل يعني سلامه الطيران، نعرف القواص اللي عم بيطلعوا كيف طالبه اكثر من مرحله طيارات مدنيه، في حاجه لمطارات ثانيه من حيث الاقتصاد الوطني، مش من يعني لتحفيز السياحه ولكن كمان لتحفيز قطاعات اساسيه، لانه كثار من المطارات منهم مطار رينيه معوض بالقليعات بيفتحوا مجال ليكون في فريزون بالمرحله الثانيه من حواليهم، في حاجه لمطارات أخرى من حيث الأنماء المتوازن. أي مطار بيخلق آلاف الوظائف إن كان بطريقة مباشرة أو بالخدمات اللي بتلحق المطار، وأنتم بتعرفوا أن الأنماء المتوازن هو أول شيء حاجة ماسة وهو مبدأ دستوري. فلكل هيدي الأسباب نحن داعمين هيدي الخطوة اللي والمبادرة المباركة اللي قام فيها الأستاذ مجد، وتنقول بصراحة ليه رحنا على مجلس النواب؟ ليه قانون معجل مكرر؟ مع العلم انه هيدي المطارات كان فيها بقرار حكومي وحتى اصلا بقرار وزير يعني المعني وزير النقل انه يتم استصلاحها، وقرار حكومي في حال بدها بي او تي. انما لسوء الحظ لاسباب ما عادت تنفهم ابدا الحكومه اللبنانيه مش عم تقوم بواجباتها تجاه هذا الموضوع، ومشان هيك المبادرة أنه نمرق بمجلس النواب اللي نقدر نفتح اعتمادات أولا لدراسة هذه المطارات ومن ثم لتطويرهم وتشغيلهم كانت هي خطوة بالاتجاه الصحيح. أكيد يعني هذه الزيارة مع أنه كانت مخصصة لموضوع يعني تشغيل هالثلاث مطارات والقانون المعني فيهم، هذه الزيارة كمان كانت فرصة تناقش سوا التطورات الخطيرة اللي عم بتصير بلبنان باتجاه جر لبنان إلى حرب أوسع، وكانت فرصة تنكرر كلنا سوا رفضنا لهذه الحرب اللي هي أول شيء منا حربنا، هي حرب الآخرين على أرضنا. هذه الحرب اللي عم بيطلق عليها زورا عنوان حرب دعم غزة، هي أبدا منا حرب لدعم غزة، هي حرب لدعم إيران، لدعم موقع إيران بالشرق الأوسط، ومش من كيسة من كيس اللبنانيين ومن كيس لبنان. هذه الحرب
حرب دعم إيران عم تصير على حساب حياة اللبنانيين، كل اللبنانيين. في لحد هلأ أكثر من 600 قتيل وألاف الجرحى على حساب أرزاق اللبنانيين، وعم نشوف كل يوم حجم الدمار اللي عم يدفع ثمنهم لبنانيين مش إيرانيين، على حساب لقمة عيش اللبنانيين. وكلنا عم نشوف بضياعنا وبكورونا كيف الصيف انضرب بالكامل، كيف أصحاب المحلات أصحاب يعني كل الخدمات السياحية عم عطلانين هم لأنه انضربت لقمة عيشهم، على حساب مؤسسات الدولة المخطوفة اللي هيدي الحرب عم تخطفها زيادة، ونحن بدولة بلا رئيس وبلا مؤسسات، على حساب المودع اللي أساساً انسرقت أمواله، وعلى حساب العسكري اللي مش عم يقبض ما يقدر يقبض شهرية محترمة، على حساب الأستاذ وعلى حساب موظف القطاع العام. مشان هيك بدي انهي كلامي بإعادة مطالبة الحكومة اللبنانية اللي بغياب الرئيس هي بتمثل الشرعية اللبنانية، أنه تقوم بدورها كممثلة للبنانيين وتشتغل وتضغط لتطبيق فعلي للقرار 1701 اللي كلنا عارفين أنه بالنتيجة رح يتطبق، إنما الفارق أنه نطبقه اليوم ونوفر على اللبنانيين المزيد من الدم والألام والجوع والذل، أو نطبقه بعد دمار يكون أشمل. حان الوقت للحكومة أنه تتحمل مسؤولياتها وما تكون مجرد صدى للممانعة ولقرارات الممانعة. وشكرا. لا شك اللي تفضل فيه مجد والزميل ميشيل بنأيده 100%، ونحن مقتنعين تماما انه ما في دولة بالعالم عندها مطار وحيد فقط لا غير. اكبر دليل عندنا 4 مطارات موجودين، مش عم نقول بدنا نبني مطار جديد، في مطارات موجودة. يعني ابائنا واجدادنا كان مو عن حق انه الدولة بدها اكثر من مطار الحقيقة. اللي ما قاله ميشيل حقوله انا معبدي، نحن نعرف انه مطاراتنا مسكرة بقرار من حزب الله من المشروع الايراني تفضل فيه بطريقة معينة هو، بس بأكد تماما نحن ثابت انه نحن 3 شماليين، عندنا مطار بعكار، عندنا مطار بحماد، عندنا كذلك الامر، عندنا منطقة اقتصادية خاصة، عندنا مصفيت بترول، عندنا معرض بطرابلس مبدئيا، وكله معطل، واولادنا عم يروحوا بزورق الموت، يروحوا على مغامرات انتحارية يقتلوا اولادهم لانه سكرنا لهم الافق تماما. مثل ما تفضل الزميل ميشيل انه بالنهايه عندنا ما يكفي بالشمال لنعمل دوره اقتصاديه كامله، كل الناس تعيش بكرامتها بدون ما تروح لهون ولهون ولهون، بدون ما تغامر كذلك باطفالها ونسائها بزورق الموت. الحقيقه برجع بقول بسبب موقفنا الوطني اللبناني الاسلامي المسيحي، انا برايي كان النظام السوري هو دمر هالمرافق هاي، واليوم ما يزال حزب الله مسكرها بقرار. الحقيقه كل بنعرف بعض النواب اللي هن كانوا معنيين مثل ما نحن معنيين راحوا عند رئيس الحكومه اخذوا بعضهم بيحط مطار الليعات على اول جلسه بجدول، على اول جلسه تعقد لمجلس الوزراء ما انحط، زاروا النائب محمد رعد كممثل حزب الله كان قال لهم هلا مش وقتها. الحقيقه امتى وقتها؟ طيب قبل كذا شهر ما كان وقتها، هلا وقتها ولا مش وقتها؟ تمام الحقيقه. عشان هيك انا برايي لو حزب الله فعلا هو كان مكون لبناني وطني لبناني، انا برايي كان المفروض يشعر بحاجه انه فعلا كان بالزمانات كان وقتها وهلا وقتها اكثر كذلك الامر. الحقيقه هذا واقعنا بكل اسف، اللي هو اخذ لبنان راح على حرب بدون ما يشاور حدا تماما، وقت بكون في شيء مكون اخر بفض اذا بدك امور غير دستوريه وغير واقعيه ابدا نهائيا. برجع بقول الحقيقه انتهى اذا بدك الخنوع والخضوع للمشروع الاخر، نحن وطني مؤتمنين على بلدنا ونحن ننهض بالبلد إذا أردنا مع كل القوى المعارضة اللي هي بتمثل شرائح كبرى مسيحية وشرائح كبرى إسلامية. الحقيقة الأمانة وهي الشراكة الوطنية الإسلامية المسيحية ما في يوقفوا بالشيء لا حزب الله ولا غير حزب الله. الحقيقة حقنا نفتح مطاراتنا، حقنا نفتح مرافقنا، ورح نفتحها إذا أردنا. شكرا لكم.